وهو احتفال لأول مرة في السودان وفي اليونسكو. تمت إجازته السنة الماضية في 2019 بطلب من البحرين للاحتفال بالفن الإسلامي، وتم اختيار يوم 18 نوفمبر كيوم للاحتفال. إحنا سعيدين اليوم بهذا الاحتفال، حيث بدأنا اليوم بجلسة افتتاحية تم تشريفها من اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة الأمين العام، وأيضا من مكتب اليونسكو الخرطوم، وأيضا تشريف من عدد لفيف من الدبلوماسيين، منهم السفير الأسباني والسفير اليمني والسفير الأردني في السودان. احتفلنا اليوم باليوم العالمي للفن الإسلامي، واليوم العالمي للفن الإسلامي ده طبعا من كل سنة في يوم 18 نوفمبر، وحاجة مهمة جدا لأنه نحن في السودان يعني عندنا تأثير كبير جدا بالثقافة الإسلامية، وظهرت في كثير من الأعمال الفنية والتشكيلية، وهذا حتى واضح في الأعمال التي عرضوها الفنانين هنا، الأستاذ وراق وحتى مجموعة من الفنانين اللي بتداولوا الخط العربي كشيء جمالي في تكوين العام بتاع اللوحة التشكيلية في السودان. لكن عندنا في التاريخ طبعا من بداية الخمسينات بدأت تظهر مع الفنانين الكبار زي عثمان وقع الله، طبعا هو مؤسس الحركة الحرف العربي بدراسة متقنة جدا لكل أنواع الفنون والقوانين الخاصة بالخط العربي، وبعدك حول لأعمال تشكيلية رائعة جدا نالت يعني الإعجاب من كل الناس اللي بدوا يدرسوا حركة الفنون الحديثة في العمل التشكيلي، وكان يعني مهم الفنانين تقريبا هم من المؤسسين أو المؤسسين لحركة البعد الرابع، بعد الفنان شبرين والصالحي وكل الفنانين دي كان الخط العربي جزء من حياتهم وتكوينهم الجمالي والبيئي والديني والصوفي. المهم هذا الحدث حدث مهم جدا، كنت أتمنى يكون فيه يعني ممثلين لوزارة الثقافة عشان يكون في تعاون مستمر بين لجنة اليونسكو والجهات الثقافية، بحيث إنه يكون في تركيز على الفنون الإسلامية وأثرها في الثقافة التشكيلية. احتفل هذا اليوم بالتعاون مع اللجنة الوطنية لليونسكو والمجلس القومي للتراث الثقافي وترقية اللغات القومية باليوم العالمي للفن الإسلامي. هذا الاحتفال يأتي اليوم بعد أن تم اعتماد من قبل منظمة اليونسكو يوم 18 نوفمبر من كل عام يكون يوم عالمي للتراث الإسلامي، ويهدف بتوصية من دولة البحرين، ويهدف هذا اللقاء أو هذا الاحتفالية إلى عكس التراث الإسلامي الذي امتد عبر مجموعة من الدول في ثقافات مختلفة في أفريقيا وفي آسيا وفي أوروبا، وهذا التلاقح أدى إلى خروج وتنوع فن إسلامي كبير. ويهدف هذا اليوم إلى إبراز الفن الإسلامي والترويج له في الدول الأخرى بما له من أهمية، وأعتقد أن الفن الإسلامي يسهم كثيراً في التنمية المستدامة لهذه الدول إذا اعتمدنا على السياحة وإبراز أهمية هذا الفن الإسلامي. بكم من جديد مشاهدي قناة السودانية 24، وكذلك تحية لكل الناس اللي انضموا لنا حاليا لمتابعة بقية فقرات 24 قراءة. في الفقرة دي بنتكلم عن اليوم الدولي للفن الإسلامي، ومعنا ضيفة بخصوص هذا الموضوع، البشمهندس عبد القادر عبدين، مسؤول قطاع الثقافة والتراث وبمنظمة اليونسكو مكتب الخرطوم. مساء الخير عليك. شكرا جزيلا وشكرا لكم على هذه الاستضافة. اليوم نحتفل باليوم العالمي للفن الإسلامي، وهو احتفال جزء من اليونسكو في 2019 بطلب من مملكة البحرين،
ونحتفل به لأول مرة في اليونسكو وفي السودان. وطبعا حاولنا أنه نجمع ذوي الصلة في مجال الفن هنا في السودان في برنامج خفيف، ونطرح يعني من خلاله فرصة للفنانين الساميين في خط العربي، الأزياء، الموسيقى، وذوي الصلة، نعم، الخبراء أيضا في مجال الفنون في السودان. نعم، شكل الاحتفال كان كيف يعني؟ والله الاحتفال ابتدى بجلسة افتتاحية وكلمات من ممثل اليونسكو في السودان. نعم. وبالإنابة وأستاذ وفاء سيد أحمد الأمين عام لجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، بحضور عدد من الدبلوماسيين وأهل الثقافة والفن في السودان. نعم. ومن بعد ذلك كان هناك فقرة لافتتاح للمعرض، معرض الرسومات والخط العربي. وبعد ذلك كان في محاضرات من بعض الخبراء في مجال الفنون في السودان، وعرض زي الأزياء السودانية التراثية. أهم المحاور والأهداف يعني اللي هي شهيدها المهرجان يعني الاحتفال بهذا اليوم العالمي ومن منظمة اليونسكو كذلك. والله هو طبعا هو احتفال الجانب حق الرمزية وتشجيع الفنون مهم جدا. طبعا الفن هو روح يعني للإنسان، الفن يزيد كل مكان روعة، فلا شك الفن مهم، خصوصا الفنون المستوحاة من التراث السوداني، بلا شك يعني بتدي يعني قيمة أكبر، وبتدينا تميز كسودان أو كسودانيين. فهو الرمزية حقت الاحتفال، وأيضا فرصة لذوي الصلة إنه نتلاقى مع بعض. نتلاقى دي الآن في عدة أفكار اتناقشنا فيها مع كثير من ذوي الصلة، إنه نحاول نطور من قطاع الفنون والثقافة في السودان. كيف بتطور وكيف الاهتمام بيكون عبر يعني مثلا الفن الإسلامي في نظرك يعني؟ والله طبعا الفن الإسلامي طبعا هو جزء، علما بأنه يعني في انفتاح في العالم يعني في ظل الانفتاح الحالي. بلا شك الفن الإسلامي لو 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 دور مهم جدا، وهو حيز كبير جدا في الفنون عالميا يعني، وذلك في يعني في اماكن عديده جدا في العالم. الخطوط والزخرفه والمباني، قبل 500 سنه العالم الاسلامي هو كان مركز الفنون والثقافه. يعني الثقافه والفنون لا تتعارض مع يعني مع الإسلام. بالعكس يعني هي الفن يزيد كل مكان روعة، يزيد يدي فرصة بلا شك لأي مكان، ويدي روح معنوية للناس. وقبل مئات السنين كانت هي الدول المناطق اللي هي المنطقة هنا كان هي أساس الثقافة والفنون، واحتمال في الفترات الأخيرة مرتبط الفن والثقافة بالإسلام أو بالسودان أو. طيب باشمهندس، كيف بيتم دمج الثقافات المحلية بالفن الإسلامي؟ هي ما جزء لا تجزأ يعني بلا شك. مثلا المديح. نعم. المديح هو فن يعني له علاقه بمطبخ الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي نفس الوقت هو يعني جزء من الهويه والتراث السوداني يعني بلا شك. هو يعني الزخرفه، الخط العربي، حاليا السودان بيحاول مع الدول العربيه انه يرسلوا ملف لليونسكو انه الخط العربي يسجل كتراث للدول العربيه.
فجزء أساسي يعني هو طبعا من هوية الشعب السوداني المديح، حتى التوب السوداني لو قلنا مثلا التوب السوداني الآن في طلب لليونسكو أن يسجل التوب السوداني كتراث، هو زي مبني على التراث السوداني، وبرضه ممكن يعتبر يعني جزء من الهوية السودانية اللي هي 80% أو 90% من السودانيين هم مسلمين، ويعني ممكن 80% من النساء بيلبسوا التياب، فهو بلا شك فن إسلامي سوداني يعني. كيف حيكون شكل الفعاليات المستقبلية في السنوات القادمة؟ والله طبعا السنة دي كان الاحتفال بسيط لأنه بسبب ظروف الكورونا ولكن يعني يتمنى الفترة القادمة يكون احتفال كبير يعني ومهرجان وفي معرض لفترة طويلة، وندي فرصة للفنانين والمثقفين إنه يطرحوا أفكارهم ويعبروا عن أفكارهم للشعب وللناس يعني وللزوار يعني. جميل، ورينا القيم اللي هو بتهم اليونسكو من خلال إدارتكم للثقافة والتراث السوداني والفن الإسلامي كذلك. بلا شك هي الهدف الأساسي هو السودان يعني. إحنا مكتب اليونسكو الخرطوم شغالين نعمل في السودان، عندنا مشاريع كثيرة في مجال الثقافة، تأهيل المتحف القومي واحدة المشاريع اللي إحنا بادينا، مشروع أيضا تقييم المناطق الأثرية التي تأثرت بالفيضان، كان عندنا خبير عالمي، ويوم الاثنين الماضي لقينا عدة مسؤولين كبار في الحكومة أساس أنه ننسق لحماية المناطق الأثرية في السودان. أيضا عندنا مشروع كبير جدا لبناء القدرات في صون التراث الثقافي غير المادي في السودان، نهتم بالتراث العام لكل فئات الشعب في السودان بمختلف قبائلهم بمختلف أديانهم بمختلف أماكنهم في السودان، التعدد الثقافي الفريد الموجود في السودان هو بلا شك يعني أمر مميز، ونحن بنحاول نشجع تعايش المجتمعات مع بعضهم البعض، حرية التعبير، احترام الغير، المسؤولية والتفرد والتميز بالنسبة للشباب، تشجيعهم على انه يكونوا مبدعين ومتفردين وانه يكونوا فعلا قادة للمستقبل. دي برضو ان شاء الله. إن شاء الله. نشكرك جزيل الشكر باشمهندس عبد القادر عبدين، مسؤول قطاع الثقافة والتراث بمنظمة اليونسكو بالخرطوم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، جزاك الله كل خير. إذا مشاهدينا الكرام هنكون متواصلين معكم بقية فقرات 24 قراط، فاصل غنائي مع الأستاذ الفنان كمال ترباس ومهاب عثمان.